تحاليل رياضية مع أبرز الشخصيات، وهكا تنجم تقول البرمجة على الحياة فهم دنيا أخرى. الحياة فهم زهرة الحياة. إذا كل نهار جمعة على الحياة فهم. دائر الجسد بالسهر والحمى، المشكل هنا ذاك المشكل هنا أساسا مبني على التضامن. قاعدة في الدين متاعنا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه القاعدة متاعنا، شكون فينا يحب يجوع نفسه؟ ثم هذا إجمالا، باش نبدو نخصه في التخصيص. ما معنى يمنعون المعون؟ ما معنى يمنع المعون؟ المسلم اللي يمنع الأخوه المسلم المعون، منع المعون هو تقديس المال، تقديس المال بطريقة غير مشروعة وبطريقة مرفوضة. وما معنى يا أخي الأمر يحتكر؟ يحب يربح برشا، يحب يبيع بأثمان غير قانونية، يعني في الأخر بالكل يحب يثقل كاي المواطن. زعما هامش الربح هذاك حلال ولا حرام؟ عنده فيه حق شرعا ولا ما عندوش فيه حق؟ لا عنده فيه حق شرعا ولا عنده فيه حق قانونا. النية إذن هي تكديس المال، هي مصلحته. وينو حفظ الدم؟ وينو حفظ الصحة؟ دعنا نستدعي كل الكليات اللي يقوم عليها دين، وينو؟ وين العمل بها؟ آخر الأمر أنا راني نقول في فهمي للشريعة الإسلامية، فهمي للديننا، الاحتكار بالنسبة للإنسان صائم أنه لم يمتثل لأداب الصيام ولم يصم كما دعانا إلى ذلك القرآن الكريم وكما بينه لنا الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. لأنه في الأخر بالكل الصيام إضافة إلى أنه عقيدة، هو أيضا تربية، هو يعلمنا يربينا على القيم الجميلة، يأدبنا على القيم الجميلة، قيم التضامن والتآزر. خليني استحضر قصة صغيرة. نحب كلمتي. لا لا لا، القصة مش نخليها لك، لأنه هو شوية أخرى مش يكون أذان أخبار، مش يكون أخبار بعد شوية، الأذان مازال مش يكون أخبار بعد شوية. القصة هاتها نرجع لك لها، نحن مش هاربين، استحضرها نرجع لك. مستمعينا الأفاضل، نخرج فاصل ثم نعود. سي جمال سعيدي بعد الفاصل أعود إليك، لا تذهبوا بعيدا. موضوع يعني له أهمية خاصة في هذا الشهر. نعم، هو موضوع الساعة، وهو يعني شهر رمضان، شهر الخير، الاحتكار ولا التبذير. أستاذنا الفاضل سي جمال، الكلمة لك في مسألة التبذير اليوم. يعني نلاحظ بصراحة شيء يؤلم، يعني ناس جواعة في رمضان مش لاقية ما تاكل، وناس أخرى إنها تبذر وتخمة ونشوفه بصراحة حبابنا مكارهنا نشوفه، يعني في المزابل، يعني ما فهم، يعني من أطعمة ملوحة وخبز مقرونة، وفهمت. ونحن نعلم أن الله لا، يعني لا يحب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب المبذرين يعني، والآية القرآنية تقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم، الكلمة لك في هذا الإطار، وإذا كان عندك زادة ما تعلق على ما سبق الكلمة لك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لما نتحدث على رمضان ووسائل المناسبات الدينية، نتحدث عليها في مستويين، مستوى النظري والمستوى والمستوى الواقعي. رمضان ووسائل الأعياد المناسبات الدينية لها حكمة خاصة ومخصصة، خاصة رمضان هو شهر التقوى، شهر الورع، شهر التعاون والتضامن. شرع من أجل كثير من الحكم، خاصة في مستوى العلاقات الاجتماعية ومنظم العلاقات الاجتماعية، حتى يحس الغني بألام الفقير. نعم، لكن الواقع أمر آخر. رمضان هو بقوسين شهر الهمهامة عند التونس، كما العيد الكبير تماما. ليس هناك تصور للديني للمسألة، وتصور قيمي، تصور أخلاقي. فالتونسي رغم فقره، يعني تحدث كثيرا بها، نشوف التلفزيون في التلفزيون الناس تشكل من غلاء المعيش، وفي نفس الوقت طوابير أمام الجزار كيف الحم ب30 ألف. أنا فهمش من الفقير ومن الغني،
كيفاش نجم تحدث على التخمه وفي نفس الوقت كيفاش تحدث على الفقر في نفس الوقت هناك تخمه هناك معناها تبذير حتى الفقراء ليس هناك فقير من كوخ من الفقراء اين هم الفقراء وغتول الناس توفير الى جانب التبذير هناك الاحتكار ظاهره الاحتكار الرسول يقول ما تسكي جاء رمضان صفدت الشياطين انا ما ادري شياطين الجن فقط تصفد الشياطين الانس تطلق يطلق لها العينان في رمضان فكل المفاسد توجد في رمضان بل بالعكس رمضان والعيد الكبير هي فرصة للكسب المزيد من الكسب وفرصة لأن يعتبروها يعني يستغلوها الناس التجار للثراء ولتدبير الرأس هي فرصة بالنسبة للتجار ولا ينظرون أصلا إلى الأبعاد الدينية والحكمة والتقوى والورع هذا كلام نظري في مستوى الدين أما الواقع أمر يختلف التبذير في رمضان وفي غير رمضان خاصة رمضان سي جمال شنو هو السبب الرئيسي في هذا وماذا نقول لهؤلاء سبب التبذير يعني أي السبب الرئيسي في هذا يعني هل الجشع هذا يعني في رمضان من قبل يعني هؤلاء سيكولوجية نفسية إنسان يأكل بيني يعني كل إنسان يأكل بيني هو في الأصل يستهلك خبزة يتصور روح خبزة شوية عليه يجب يستهلك ثلاثة وفي نفس الوقت مع الأزمة الموجودة تو نقص المواد الغذائية والخوف وحالة الهلع ودائما يستزيد التونسي يقول لك ناخذ بزيد لعل غدوة ما تمش دائما يتوقع الأسوأ لكن السي جمال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طعام واحد يكفي لاثنين وطعام اثنين يكفي لثلاثة وهكذا يعني ربي سبحانه وتعالى ينزل البركة في غير شهر رمضان فما بالك في شهر رمضان ثم هناك يعني ثم هذه مسألة تتبع الوعي الديني الثقافة الدينية يعني بعد تكاد تكون معدومة يعني في مجتمعنا هذه المعاني الدينية مسألة البركة التونسي لا يؤمن بالبركة ربي الواقعية شيء واقع قدامه لا يؤمن كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما أو كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال شيئا معنا يعني كل ما يتصدق الإنسان إلا ويزداد ماله يعني هؤلاء في غفلة عن هذا عن كل هذا الخير مسألة يعني مسألة التبذير لها علاقة جدلية بين التبذير والاحتكار هو المحتكر لماذا يحتكر يعتقد أنه هناك استهلاك مفرط للناس وهذا الاستهلاك يجعله يحتكر لكي يبيع البضاعة بضعف ثمنها فهو يجد من يصغي إليها أولا المبذرين أنت مثلا شوف كيلو العلوش بثلاثين ألف وقت كان بشايف الناس إقبال عليه في رمضان أكثر من أيام عادية برغم غلاء الأسعار مسألة هي مسألة نفسية والاحتكار هو نتيجة سلوك المواطن نفسه خليني من الحكومة والرقابة وعجز الحكومة وضياع القانون وفماش رقابة الحكومة المواطن نفسه هو يكون سبب بضاعة هذه غلط مش ليش مش لازم يكون كل لحمنا نضرب شعر كامل كلش لحم هاتوا يديه ننقص العظام غلاد نعمل عندنا ثقافة المقاطعة كيما المجتمعات الراقية مجتمعات عندنا ثقافة المقاطعة يجيوا يحبوا يوقفوا ثمن البنزين وبدأ الناس كل بسكليتات ملايين تحوش بسكليتات في الكيس احنا ما عندناش كلنا ثقافة المقاطعة نحو الظاهر تاع الاحتكار هذه تنقضوا عليه شكرا سي جمال فيما ذهبت إليه وهو مهم جدا سي الحبيب في قصتك أعود إليك لكن فقط تكلم سي خالد ما رأيك يعني ماذا يمكن أن تقول لهؤلاء يعني فهمت هؤلاء يعني المحتكرون والمبذرون نعم فهمت وأنا حكينا على الخلفية الشرعية والقانونية للتبذير والاحتكار كون الاثنين من المحرمات والعقاب فيها مشدد وساعات إلى الإعدام الحكاية سي جمال فيه الكثير من الواقعية وفي نفس الوقت أيضا راه هذا ما يلزمش يخلينا أحيانا نكونوا ما نشوفوش الواقع كما هو في الحقيقة ثم فقر ثم فقراء ثم ناس تفقرت ولو كان نرجعوا حتى للمفاهيم بالمعنى العلمي والقانوني للفقر والمفقر نسبة كبيرة من المؤجرين في تونس وهذا بتقارير ودراسات خبراء دوليين ومن مشارب شتى انه الكثير من الاجراء اللي يخلص في مليون ونص توت في تونس هو تحت خط الفقر يعني الاستاذ والمعلم والقيم والاداري وال هذوما الاغلبيه نتاعهم هم تحت خط الفقر فما بالك في اللي يبحث في الزبله فما بالك في اولئك رم نساء
نساء نخرج لصلاة الصبح وأحيانا نخرج لصلاة الصبح في الصباح يعني بالبرويتة متاح مراد ظل كبيرة واحد يعني حتى مؤبار اللي يخرج الصباح حتى يتولي يدوروا من الصباح وفي الليل وفي العشية اللي يجمعوا في الدبابز في البلاستيك وكذا هدو مرام عائلات لو كان ثم توصيف تحت خط الفقر تو نوصفهم يعني مساكين معناها والسل باش يتبع من حي الحي من حومة الحومة ماشي شي دبوزة شقف معناها بلاستيك فارغ باش يجمعوا وأحيانا أنا نشوفها معناها مرأة كبيرة عزوزة مكملة هي إن شاء الله تهز روح نعم تهز في كيس كبير إشكالة كبيرة عجبتهم كذا معبي بالكذا دونك خط الفقر موجود وفي نفس الوقت ثم الفئة الثانية اللي هم المحتكرون هذوما موجودين ويستغلوا في المناسبات وفي ظرفيات سواء ظرفية سياسية ولا ظرفية دينية ولا ظرفية اجتماعية اقتصادية هذوما اللي يلزم القانون والدولة واللي معنيين بالجانب الشرعي يلزم يضربوهم على يديهم ويحاسبوهم ويحكموهم وبالتالي تو النقص وبارشة دوهر سلبية منها تو غلاء الأسعار إذا كان تو العلوش أو البدري في 30,000 أو 35,000 هذا ثم تقصير من الدولة صحيح وثم أسباب أخرى لو كان نرجع للخبراء تو يحفسرونا ليش وقت اللي احنا في وقت من الأوقات ضربت الكثير من المؤسسات اللي توفر لنا سواء في الحبوب بالنسبة للمعجنات ولا في الحليب بالنسبة للحليب مشتقاته ولحوم الأبقار وغيرها وقت اللي نضربوا احنا الضيعات الكبرى وقت اللي نضربوا مربي الأبقار ولا مربي المواشي وقت اللي ما نضربوش على أيدي المحتكرين في الأعلاف حتى نوصلوا بعض للتجار بطبيعة باش تواصل الظاهرة هذه واللي باش يعاني منها هو الطبقة المفقرة الفقيرة والمفقر اللي تحت خط الفقر إذن يلزم حلول جذرية وعندنا خبراء يوميا يحكوا على الحلول وثم حلول ما تطلبش بارش جهد لا من الدولة ولا من المواطن ولا من المشرفين على تطبيق هذه القوانين اللي هم المراقبة وغير المراقبة وقت نمشي للززار يبيع ب 3000 5000 من أين لك هذه منين شريتوا هذه وقت نمشي للخضار ولا للعطار ويبيع بأسعار غير عادية لو نحاسبوه بالقانون بالفاتورة تو نوقفوا الظاهرة هذه هذا النزيف أنا شفت مرة في فيديو على في اليابان ثم أمريكي يقوم بجولات في العالم ويقارن بين المجتمعات في مسائل منها المسائل هذه التجارية مثلا في اليابان باش تاخذ السمك إذا التاجر أو اللي بيع بالتفصيل ما عندوش الحق باش يبيع إذا ما عندوش الفاتورة أنت نفسك نجمش هو ما نجمش تشري منه إذا كان ما عندوش فاتورة نجمش تشري منه إذا كان هو مش شاهر السعر لازم يكون تم إشهار لسه وثم ناس ثم اللي تسمى تو مسالك التوزيع واللي رئيس الدولة سماها مسالك التجويع وهو محق في ذلك مسالك التوزيع من الفلاح إلى المستهلك هل هي مراقبة أم لا؟ ولأنه عناصر المراقبة الموجودة تو كافية كموارد بشرية ولا لا؟ نعم لازم نفروا الحلول أنا تو نسمع في الأيام الأخيرة سوم البطاطا 900 يبيعوا الفلاح اللي هو ما بطش من 2200 و2000 و500 يعني زيادة مش 30% مش 15% مش 20% مش 50% زيادة 100% وأكثر من 100% سي خالد طبعا أنت كنت تحكي مثلا عطيتني مثال البرة يعني ولا سلوك عندهم أنه ما فماش فاتورة ما يشريش وهو ما يبيع زيادة سلوك ومؤمن به رغم أنه هالسلوكات هذه السلوكات الحسنة هذه والسلوكات الإنسانية هذه موجودة في ديننا معنا فهمت ديننا ينادي بها فهمت حتى في الربح هامش الربح إنه الإسلام يحدوا بالثلث ثم إنه الإسلام يحاول إنه يحاصر الجشع واضح ويأكد على إنك تحس بخوك المؤمن ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يتوعد الأغنياء يعني وعد شديد فيقول ويل للأغنياء من الفقراء يديروا الفقير ذاك هو مش يطالب إذا كان أنت تغلي عليه وإذا كان أنت تجوع وإذا كان أنت تحتكر أراه مش يطالبك يوم القيامة ثم هو مش يكون عليك نقمة في الحياة مش يسرق مش يعتدي مش يعمل بركاج مش في سياق هذا سيغازها سامسك توسي جمال ربما نحكيه يحيلنا أدنى مثال في الثقافة الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي ومعروف عند الكثيرين الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري وهو اللي كان صاحب بيت مال المسلمين المفتاح كان عنده بيت مال يقول عجبت لمن بات جوعانا كيف لا يخرج شاهرا سيفه على من افتك قوته في قول أخرى لعلي بن أبي طالب وهي معادلة اقتصادية ممتازة جدا وتخدم جميع المجتمعات قطع نظرا عن الخلفية الدينية والعقدية يقول ما جاع فقير
إلا بما تمتع به أو تمتع به غني. نعم. يعني ولهنا كي نحكوا على الاحتكار ونحكوا على الخيرات من ناحية أخرى بالنسبة لشهر رمضان حتى خارج شهر رمضان وتونس بلاد البلد الخير، نسبة ضئيلة من المحتكرين اللي هم أصحاب رأس المال يبذروا وفاتوا الشياطين، ما يعني الشياطين شياطين الأنس، شياطين الأنس. نعم. يعني ظواهر سلوكية غريبة، يعني الكمية اللي يشريها، نوعية اللي يشريها، وفي الأخر باش يستهلك منها العشر ولا الخمس ولا الثلث ولا ولا والباقي كله باش يمشي للمزبل. علاش هذاك ما يربحوش هو يا خويا؟ اشري كول وتمتع، هذاك من حقك، حتى شرع من حقك، لكن باش يكون اللي تعمل فيه شرعي، وحتى تأنيب الضمير والنفس، ما تأنبش نفسك وما تكونش مخالف، خذ وتفكر غيرك هذا اللي هو محتاج وجعان، سواء باش تقدم له أنت البضاعة اللي شريتها ولا قدم له المبلغ المادي اللي ممكن هو يحل به مشكلته. شكرا أستاذنا سي خالد، فيما ذهبت إليه وذكرت ونحن في حاجة إلى التذكير وفي حاجة إلى الإحاطة بمثل هذه الأشياء التي كنت تذكر أن ذكر تنفع المؤمنين. نعم. سي الحبيب، ونحن نتحدث عن شهر الخير، قلنا فيه لا احتكار ولا تبذير، هذا الشهر الذي امتن به الله سبحانه وتعالى على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا 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 الشهر الذي فيه ما فيه من الخير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي خمسة أشياء لم تعط لأحد قبلها. إذا كانت أول ليلة من رمضان، شيء الأول، نظر الله إليهم بعين الرحمة، ومن نظر الله إليه بعين الرحمة لا يعذبه أبدا. الشيء الثاني أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا ملائكة استغفر لعباد الصائمين. الشيء الثالث أن فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رائحة فم الصائم. الشيء الرابع أن الله سبحانه وتعالى يقول للجنة: يا جنة تزيني لعباد الصائمين. الشيء الخامس أن الله يغفر لهم جميعا هؤلاء الصائمين. يعني الخير هذا الكل في رمضان واحد اللي هو موجود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وناس تحتكر وناس بذر وناس كذا وبعيدة كل البعد على هالجانب هذا. احنا في الحصة هذه حصة إضاءات نحب نضيء المسير والسير في هذا الاتجاه لمستمعينا الأفاضل، سواء للي يحتكر ولا للي بذر ولا زاد للي ما عندوش مسكين وهو ربما انه حاقد وباغض أكلي عنده. الكلمة أركس الحبيب تفضل. شهر رمضان هو شهر البركة، كما يقول سيدنا، أوله رحمة وسطه مغفرة أخيره عتق من النار، كما يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: يعتق الله في كل ليلة من ليالي شهر رمضان 70,000 عتيقا من النار. خير كثير. أنا شكونهم هما هذوما؟ شكونهم إلا مفطرا؟ خليني نستحضر مع مفهوم الإفطار، موقول معناها للصائم فرحتين. احنا هذا واحنا نتحدث على خير شهر رمضان. نعم. للصائم فرحتين، إذا أفطر ثم إذا لقي ربه. إيش معناها إذا أفطر؟ حتى في الإفطار عنا فرحتين، وقت اللي تشق فترك فرحة أنك ثمت وفي صحة جيدة وفي امتثال كبير لأوامر الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا فرحة نهارة العيد، عيد الفرحة، أنك أتممت شهر رمضان، وأنك تحلم وتطمع في أنك تكون من العتقاء من النار ومن رضى عليهم ربي ورضى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المفهوم هذا هو مفهوم عام وشامل، هذا ما هو شيء نقوله العتيق من النار، مش كل الناس عتقاء من النار. العتيق من النار هو المؤمن الصادق، هو المؤمن المخلص، هو المؤمن اللي في قلبه رحمة، المؤمن اللي يرحم نفسه ويرحم الفقير ويرحم القليل ويرحم المسكين ويرحم الحيوان. هو المؤمن اللي يعرف يتصرف، كي ينفق يعرف ينفق، ما يبذرش وما يتقرمتش، ما يحرمش روحه من نعمة ربي، ولكنه أيضا يحافظ على نعمة ربي لأتهيل. هذا هو. إذا بعدت على هذا النهج وبعدت على هذا المسار، الخير اللي
تحكيوا عليه الدكتور في شهر رمضان مش على روحه ولا سراب بقعد فيه شيء. ديما راه الخير في أمتي كما يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم ديما موجودة لا ينقطع أي لا ينقطع. لكن أنا ما زلت نستحضر لك على شبك اللي حكيت على قصة أنا ثم خبر جميل برشا معناها قام به إنسان أقول أنا يحمل القيم الجميلة قيم الدين قيم الأخلاق الفاضلة اللي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي عنده سنة يعمل فيها لا هو من رجال السياسة لا هو من رجال المجتمع المدني ولا واحد يعرف ولا واحد يسمع به. في رمضان يجند هو ومدامته مجموعة طلبة اللي يسكنوا محيطين به في المنصورة يقيم لهم مواد يعشيهم ويفطرهم في رمضان لله لوجه الله لا يبتغي إنما نطعمكم لوجه الله. هذوما مش جزاءنا ولا شكورا لا جزاء لا نريد ما عندوش الهدف متاعه أنا أحبكم لوجه الله. شو الفرق شو معناها الاحتكار؟ أنا نعرف الاحتكار بضده هذه الأخلاق اللي يحملها هذا الرجل الصديق هي تماما عكس الاحتكار. شنو هو الاحتكار؟ صيد أرى بقر وحشي قدامه ماذا بيه يقتلهم الكل والكل يلم عليهم ما يخممش وأن ثم غيره معاه. المحتكر هو شخص أناني المحتكر هو شخص يعبد الشيطان. ما هو يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إلا ما يأمركم. شنو السوء والفحشاء؟ هو السوء والفحشاء أنك تحب روحك ماذا بيك تبيع ماذا بيك تكون أنت الأغنى ماذا بيك تكون عندك أرباح طائلة خاصة طالما أن مثلا ماشي عليك رقابة لازمة بالكيفية اللازمة بالطريقة الفنية اللازمة. إذا أنت منعت من المراقبة الدنيوية ونسيت اللي ثم مراقبة أخروية إذا ينطبق عليك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم تستحي فافعل ما شئت. إذا أنت معناها شخص محتكر ملعون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخطئ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطيئة معروف الخطيئة توصل لحد الكبائر واللي جاء في العباد شنو مقامه شنو منزلته بين الله وشنو منزلته بين الرسول صلى الله عليه وسلم شنو يسواله ما يغني عنه ماله إذا ترد ما ينفع حد شيء. ينجم تملك الدنيا بكل يجملكها الدنيا الكل من بعد شيخو ميترو تراب الميترو تراب كنوزك باش تمشي معاك هي مشيت على روحها. إذا الثقافة الروحية أكثر من قارون الثقافة الروحية كما قارون الثقافة الروحية هي في الأصل موصولة بحياتنا اليومية أثر تأثير مباشر في حركاتنا وفي سكناتنا. هكا هو ذاك هو مش معناه ما يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. هي أنا تو كيني أنا تو معناها تاجر جروسيست تجيني معناها يكون من ما يكون من سميت في أذن علنها للبشر واللي يحب ياخو على الروح وياخو على الروح ونسكر عليها معناها ونبدأ نبيع معناها بكذا كذا الولي أمرك أنت فمحدد لك سوم الزيت يتباع بكذا كذا اللي هما في القروان كيفاش يصير بيع الزيت يتباع كجوات يتباع كجوات بالمضاربة يتباع كجوات بالمضاربة وانت قاعد يجيك الزيت إترة الزيت مكان تسوى 900 دينار ما نقضيش أنا لو كنت مطالب شريها ب 2000 وب 3000 طالما انت مواطن رضيت بالظلم هذه المشكلة ورضيت بالاستغلال ورضيت بالاحتكار ما قبلتش تلوج على حلول أخرى بديلة. إذن أنت ساهمت مساهمة كبيرة كذلك أنت ربما تعتقد أنك كسبت غنيمة أنك دبرت راسك هو خطأ كبير لأن يعني الخطأ ذايا. إذا أنت مكنتش تخلص الثمن متاعه باش يخلص الثمن متاعه خوك في الله شجعت المحتكر باش يخلص الثمن متاعه خوك ولدمك وبوك باش يخلص الثمن متاعه ولا عمك باش يخلص الثمن متاعه هاك الناس اللي تاكل في الزبالة هذيك. هذه ظاهرة معناها نقول ظهرت بعد الثورة ما كناش نشوفوها معناها هاي هذوم منين باش ياكلوا مساكن اش يلزمهم هذوما اش يعملوا هذوما منين يجيبوا الزيت منين يجيبوا الفارينة منين يجيبوا السميد. ثم راني ديما نذكر
ديما نذكر ونقول اللي يحب يطهر نفسه في شهر رمضان راهو يحط قدامه حاجتين بصراحة، معناها حاجة الأولى من صام رمضان إيمانا واحتساما وفر له ما تقدم من ذنبه. أو نذكروا حديث المفلس من أمتي، اللي ما طهرش روحه ما تابش الربي تو وقتاش باش يتوب. المحتكر ينطبق عليه حديث موسى أسأل الصحابة قالوا أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس، جاوبوا جواب واقعي. شنو المفلس؟ يعني ما عندوش فلوس وما عندوش رزاق وما عندوش أملاك، ما لا درهم ما لا هو لا متاع. قال من المفلس من أمتي يجي هو صايم ويصلي، أو عنا إحنا تلقاه صايم ويصلي وحاج ومحتكر ويمنع في المعول وميزكيش، وربي عطيه مئات الملايين وينجم يوكل مش عشرة وعشرين. يعني نعرف بعض، وشكرا للناس هذوما، بعض من الأصدقاء من صنف الأساتذة، نعم دعني أقول هذا، أين نعرفه من الدين ويفك المرته مية وهو مية ويفك لذوك ويهز القليل والمسكين، أنت وهو معناها ريتو هو محتاج. لكن الإنسان رغم الحاجة متاعه ورغم الضرورة متاعه ومع ذلك يقول ثم الناس معايا جواع مساكن ما عندهمش، نعاونهم بما امكن، نعاونهم بما هو على الاقل يلقى ما يلقى. سي الحبيب شكر فيما ذهبت اليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخير في وفي امتي الى يوم يبعثون الى يوم القيامه، يعني الخير موجود، ورمضان شهر الخير، هو في حد ذاته يعني رمضان في حد ذاته هو شهر الخير، كما كنت تحكي يعني ثم شكون اللي يعطي ومد يد المساعده، وثم اللي يعني ما يمدش وما يعطيش، هدية يعني ربما هذيك هي طبيعه الحياه. ونقولها يعني بوضوح، يعني الجنه بمالها والنار بمالها، وانت يعني لوج من هذه فرصه الشهر، يعني فرصه الشهر العوده الى الله، فرصه يعني التوبه، فرصه، وخاصه انه يلزم نعرف وكله يعرف مستمعينا ان هذا الشهر شهر التوبه هو مكفر للكبائر إذا تاب منها صاحبها، وهذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها، فالصلاة إلى الصلاة تكفر الصغار، الجمعة إلى الجمعة ما بين الصغار والكبائر، ورمضان كما قال العلماء وقال كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مكفر للذنوب، نعم نعم مكفر للكبائر، مكفر للكبائر إذا تاب منها بطبيعة الحال صاحبها. سي جمال أعود إليك أستاذنا الفاضل، الرب سبحانه وتعالى يقول وأما بنعمة ربك فحدث. هل أغنياء اللي عندهم اللي كذا واحد فهمت كيفاش من هاني جيتك الساعة هذوما أش نقولوا لهم؟ وأما بنعمة ربك فحدث، ذكرية مش فلوسك، أراه اسمعني أراه هالمال وهل يعطول لك ربي سبحانه وتعالى أراه متاع ربي ومش تحاسب عليه يوم القيامة. وإحنا نعرفك من الأسهل الأربعة ذيك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وعن نعم عن مالي اي لا هي ذيك الواحد فهمت، لا تزول قدما امرا يوم القيامه بين يدي الله عز وجل. وانا اربعه السؤال الثالث عن ماله، من اين اتى به واين انفقه؟ يعني اسمعونا يا 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 تجار يا محتكرين، يا اللي عندكم الفلوس، يا اللي عندكم المال، هاو شهر الخير، هاو شنو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم به هذه، واما بنعمه ربك فحدث كيف باش يحدث بها. والحاجه الثانيه في الناس اللي فيه شيء من التبذير، ربي سبحانه وتعالى يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محذورا. إذا زوز آيات، تفضل الكلمة لك. هو الحديث كثير عن الفقر، هناك من يتصور أن الإسلام يعشق الفقر والفقراء، وهذا مفهوم منتشر شائع وخطأ، تصور عامي، تصور عامي أن الفقراء هم الذين يدخلون إلى الجنة والأغنياء يكونوا احتمال يكونوا كلهم في النار، هذا غير صحيح. لا حرج في أن يكون الإنسان غنيا، لا حرج وأن تكون ثرياً، أي جميل جدا تكون مؤمن وثري، لكن مش لكن مش الغاية تبرر الوسيلة. الغناء والثراء لا يعني أنك يعني مغضوب عليك أو ستكون مغضوب عليك. هنتكلم وكان نقرب شوية، أقرب بيه أقرب وصل كلمة لك. لا
من العيب أن يكون الإنسان غنيا أو ثريا في الإسلام، وقد كان كبار الصحابة من الأثرياء والأغنياء، ونموذج عثمان بن عفان وطلحة بن عبد الله كانوا من الأثرياء. لماذا نحن نرى في شاشات التلفزيون يحدثون كثيرا عن الفقر والزهد والخصاصة، وكأن الجنة تمتلئ بالفقراء؟ ومن قال أن الفقراء سيدخلون الجنة؟ أحيانا يكون فقير وفقير بسبب أخطائه ومعاصيه. أن يحدث الإنسان بالنعمة هذا واجب، الفقير الغني يجب أن يحدث. ما معنى يحدث بالنعمة؟ يعني يبذل يعطيها هكذا للناس؟ لا، يتمتع بهذه النعمة. هذا يقول في القيامة على الأرائك متكئين مبزعين بالأرائك شيقين. هذه النعمة الغناء نعمة، وهي نعمة محمود وشيء إيجابي، وكل منها يتمنى أن يكون يستزيد حتى كان غني يحبه الإثاري. لكن ما الضابط هنا في التصرف في الأموال؟ الإسلام يعطينا قاعدة، المال ومال الله، والإنسان متصرف فيه. أيوة، مستخلف فيه. هناك نعم. حقوق، هناك واجب عندك. نعم. الزكاة، تخرج زكاتك وبرشيخ في فلوسك كما تحب. أدي واجباتك في صحيح، في أمور يعني في أدي واجباتك شرعها الله لك، ولا تحرم الفقراء تبقى لضوابط الشريعة. شكرا لك. طيب ما تكون زاهدا متقشفا ذي ذمرين يعني. هلا غلبت الجمال، الوقت والحصة يعني ضيقة، والوقت يعني داهم فينا. مستمعينا الأفاضل، مستمعي ذات الحياة الأفهام القيروان للصحة، في برنامجكم إذاعات نودعكم على أمل اللقاء بكم في حصة قادمة. فالشكر موصول لأساتذتنا الأفاضل، سيغال سجاني، سي محبوب التيبي، سي جمال، سي جمال، سي جمال، سي جمال ذكرني باللقب، سي جمال الصعيدي، وكذلك اللقيان في التأثيث والإخراج. إلى اللقاء، مع تحيات الأستاذ لازهر بن علي المليكي. شكرا. تحاليل رياضية مع أبرز الشخصيات، وهكا التجربة تقول البرمجة على الحياة فهم دنيا أخرى. الحياة فهم زهرة الحياة. إذاعة كل نهار جمعة على الحياة فهم.